بترحب فيكم أصدقائي بهالحصة الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. واليوم مع بعض رح نعمل مراجعة للأشياء اللي تعلمناها عن أسلوب الجمع بالحصص السابقة. بس قبل ما نباشر بدرسنا خلينا نستمع مع بعض لأغنية الأرقام. بدي اياكم انتو تغنوها بصوت عالي تتذكروها منيح، من بعدها تكونوا جاهزين وتجيبوا الدفتر والقلم حتى تكتبوا يلي رح نكتبوا سوا على اللوح. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطة، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. وعدكم رح يكون عنا هلأ تمارين عن أسلوب الجمع، وخاصة الأرقام يلي نجمعها مع بعض لتعطينا مجموع معين. وهالمرة كل أرقام رح يعطونا مجموع مختلف. رح أعطيكم مثل بالطابات. إذا أنا عندي طابتين، واحد اثنين، تو، اثنان، زائد رح زيد عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة. اثنان زائد أربعة two plus four one two three four يساوي، خلينا نعدهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الجواب هو ستة. 1 2 3 4 5 6. الجواب هو 6. خليني اكتبها باللغة الأجنبية من اليسار إلى اليمين. 2 زائد بلس 4 4 يساوي equals 6 6. مثل آخر، أنا عندي أربع طابات، واحد اثنين ثلاثة أربعة four one two three four أربعة، رح زيد عليهم زائد خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أربعة زائد خمسة شو بيطلع المجموع؟ أربعة زائد خمسة يساوي، خلينا نعدهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة
1 2 3 4 5 6 7 8 9. فإذا 4 + 5 = 9. خليني اكتبها باللغة الإنجليزية بعكس العربي. رح ابدأ من اليسار إلى اليمين. 4 يعني 4 + 5 = 9. 9. كثير منيح. هلا رح نعمل تمرين آخر. رح ارسم على اللوح دوائر صغيرة. كم دائرة؟ 1 2 3 4 5 6. المجموع يعني 6. 1 2 3 4 5 6. The sum is 6. فإذا المجموع يعني يساوي equals 6. يساوي 6. هلا رح لون باللون الأزرق. 2. واحد. 2. I colored in blue. 2. 1 2. بيصير عندي 2. قديش بدي زيد عليهم لون برتقالي؟ 6. 1 2 3 4. فإذا 2 + 4 2 + 4. 1 2 3 4. 2 + 4 يعطوني المجموع the sum 6. مجموع 6. خليني اكتبهم بالعربي. 2 لونتهم بالأزرق. 2 + 4 لونتهم بالبرتقالي أورنج يساوي 6. 2 + 4 = 6. مثل آخر. كم دائرة أنا رسمت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 دوائر. رح أعدهم باللغة الإنجليزية. 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني the sum المجموع هو 8 أو 8. The sum is 8. المجموع هو 8. إذا أنا لونت 1 2 3 4 باللون الأزرق. 1 2 3 4. 4 in blue. 1 2 3 4. 4. قديش لازم زيد من اللون البرتقالي تيصيروا 8؟ 4 blue and 4 orange. 4 لون أزرق و 4 لون برتقالي. 4 + 1 2 3 4 بيعطونا المجموع 8. فإذا 4 + 4. 4 + 4 = 8. 4 + 4 = 8. بالعربي منقول 4 + 4 = 8. كمان مثل أخير بهذا التمرين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. في عندي 5 دوائر. المجموع
هو 5. I have 5 circles. 1, 2, 3, 4, 5. And the sum is 5. المجموع هو 5. رح لون دائرة واحدة باللون الأزرق. واحدة. 1. واحدة. 1 in blue. قديش أنا بحاجة لون دوائر من اللون البرتقالي؟ كم دائرة ليصير المجموع 5؟ 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. فإذا 1 plus 4 equals the sum 5. بالعربي بنكتبها 1 يعني 1 زائد plus 4 يعني 4 يساوي 5. عظيم. فيكن انتو تستخدموا الوان تانية وتلونوا قد ما بدكن دوائر وتعملوا نفس عمليات الحساب مثل ما انا كتبتن على اللوح باللغتين العربية والانجليزية. وبهيدا الطريقة بتصيروا تعرفوا تعدوا وتكتبون وبتعرفوا كل الارقام يلي اذا جمعناها مع بعضها بتعطينا مجموع مختلف. في اشياء بتعطينا 5 في مجموع، في اشياء بتعطينا 8، في اشياء بتعطينا 9 مثل ما درسنا بالحصص السابقة. جربوا تمرنوا عليهم وخليكن معنا للمزيد من التمارين. رح نتابع بالتمارين عن أسلوب الجمع. وهلأ بدي اياكم انتو تساعدوني لما اكتب على اللوح حتى لاقي معادلة الحسابية الصحيحة واكتبهم بالشكل الصحيح. ركزوا كتير منيح. رح استعمل لونين ورح ارسم دوائر بهودي الالوان وانتو رح تساعدوني تنجمع الارقام مع بعض. 1 2 3 4. 1 2 3 4 باللون الزهري. 1 2 3 4 باللون الازرق. 1 2 3 4. 4 pink circles and 4 blue circles. خلينا نشوف هلأ المجموع. أول شي رح نكتب عدد الدوائر اللي لونها زهري. 1 2 3 4. رح اكتبهم باللغة العربية ثم باللغة الإنجليزية. 4. ورح زيد عليهم عدد الدوائر باللون الأزرق. 1 2 3 4. فإذا زائد 4. المجموع كل الدوائر مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا 4 زائد 4 يساوي 8. خلينا نكتبها باللغة الإنجليزية. 1 2 3 4. 4 pink circles. رح اكتب 4. رح زيد عليها plus. I will add plus 4 blue circles. 1 2 3 4 plus 4. And the sum equals. رح عدهم كلهم سوا. The sum يعني المجموع. 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا the sum is 8. المجموع هو 4. لكن 4 زائد المجموع هو 8. خلينا نرجع نركز. 4 زائد 4 يساوي 8. 4 plus 4 equals 8. كمان ساعدوني هالمرة. رح ارسم بالأزرق بالأول. 1 2 3 باللون الأزرق. 1 2 3 blue circles.
وحدهم رح ارسم 1 2 3 دوائر باللون الزهري 1 2 3 pink circles. رح نعمل نفس الشيء، رح نشوف كم دائرة زرقاء عنا، 1 2 3 لكن عنا 3، رح زيد عليهم زائد 1 2 3 كمان 3 3. ما هو المجموع؟ المجموع هو لما نعد كل الدوائر مع بعض، 1 2 3 4 5 6. فإذا المجموع هو 6، يعني 3 زائد 3 يساوي 6. خلينا نعملهم باللغة الإنجليزية، 1 2 3 blue balls plus I add plus 1 2 3 3 pink balls. And now the sum المجموع 1 2 3 4 5 6. The sum is 6. 6. عظيم. خلينا نتابع. رح ارسم 1 2 باللون الزهري، 1 2 باللون الأزرق، 1 2 pink circles، 1 2 blue circles. خلينا نكتبها هلا بالعربي، 2 1 2 2 زائد زدت عليهم 2 زهر، زدت عليهم 1 2 2 من اللون الأزرق زائد 2 يساوي، يعني المجموع هو عدد الدوائر كلهم مع بعض، 1 2 3 4. المجموع هو 4. خلينا نكتبهم هلأ باللغة الإنجليزية، ولاحظوا أنه رح أبدأ من اليسار إلى اليمين، 1 2 pink circles، يعني 2 I add يعني plus، عم زيد plus 1 2 blue circles، 2 plus 2 equals the sum all the circles together 1 2 3 4. فإذا الجواب هو 4. 2 زائد 2 يساوي 4. 2 plus 2 equals 4. وهلأ رح أرسم دائرة باللون الزهري ودائرة باللون الأزرق، 1 1 1 1 كمان بالأزرق 1. فإذا 1 باللون الزهري زائد زدت عليها دائرة واحدة باللون الأزرق زائد رقم 1 يساوي المجموع، رح عدهم مع بعض 1 2. فإذا المجموع هو 2. خلينا نكتبهم هلأ باللغة الإنجليزية، 1 pink circle. في شي واحد تاني؟ لا، في عنا بس 1. 1 pink circle plus، لأنه أنا زدت عليه 1 blue circle plus 1، يعني 1 plus 1 equals المجموع the sum 1 2. The sum is 2. فإذا شفنا كيف لما نزيد الأرقام، هودي الأرقام على بعضهم عم يطلع لنا مجموع مختلف. خلينا نكررهم كمان مرة، 4 زائد 4 يساوي 8. بعدين بالإنجليش منقول عنا نفسها 4 يعني 4. 4 plus 4 equals 8 يعني 8.
3 زائد 3 يساوي 6. 6 بالانجلش بنقول 3 plus 3 equals 6. 2 زائد 2 يساوي 4. بالانجلش بنسميها بنقول الان الاثنان 2 plus يعني زائد 2 equals 4 يعني 4. واخر وحده 1 زائد 1 يساوي 2. 1 plus 1 equals 2. وهلا حتى تتذكروا كل هود الارقام خلينا نتعلم سوا اغنيه عنهم. اسمعوا كيف هيدي الاغنيه مكتوبه عنا على اللوح. الاغنيه بتقول هيك: 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, 3 plus 3 equals 6, 4 plus 4 equals 8. Let us sing it one more time in Arabic. هالمرة بالعربي كمان. 1 زائد 1 يساوي 2, 2 و 2 يساوي 4, 3 و 3 يساوي 6, 4 و 4 يساوي 8, يساوي 8. فإذا ما تنسوا هيدا الأغنية حفظوها كتير منيح. رح كررها كمان مرة. ركزوا معي وجربوا غنوا وقروا عن اللوح الأرقام يلي رح أقوله. جاهزين؟ أول مرة باللغة الإنجليزية وتاني مرة باللغة العربية. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, 3 plus 3 equals 6, 4 plus 4 equals 8. Let us sing it one more time in Arabic. 1 زائد 1 يساوي 2, 2 و 2 يساوي 4, 3 و 3 يساوي 6, 4 و 4 يساوي 8, يساوي 8. وهلا رح نسمعها مع الموسيقى ومن بعدها بنرجع بنكمل درسنا. One plus one equals two, two plus two equals four, three plus three equals six, four plus four equals eight. Let us sing them one more time in Arabic. واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنان واثنان يساوي أربعة، ثلاثة وثلاثة يساوي ستة، أربعة وأربعة يساوي ثمانية، يساوي ثمانية. ثلاثة زائد واحد يساوي كم؟ خمسة؟ هلا أربعة؟ صحيح. اثنان زائد أربعة يساوي كم؟ أربعة، خمسة أم ستة؟ ستة، نعم صحيح. أربعة زائد ثلاثة يساوي أربعة، ستة أم سبعة؟ سبعة، صحيح. هل مجموع هذه الأرقام هو ثمانية؟ نعم صحيح. ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية؟ نعم صحيح. اثنان زائد أربعة يساوي ثمانية؟ كلا. اثنان زائد ستة
يساوي 8 4 زائد 5 يساوي كم؟ 9 مظبوط. هل مجموع هذه الأرقام هو 9؟ اليوم أرقام حلوة نجمعها مع بعض بأسلوب الجمع. وهلأ بدي إياكم ضلكم ترددوا الأغنية لحتى تتذكرون دايما، ومثل ما طلبت منكم تبون على دفتركم بخط حلو وتدربوا عليهم كل يوم شوي لحتى يصير خطكم كتير حلو وتقدروا تتذكرون دايما. حصتنا لليوم خلصت، وصار الوقت حتى أترككم هلأ مع أغنية الأرقام. من بعدها بيكون خلص وقتنا، وأنا هلأ رح قلكم إلى اللقاء. سنت في عائلتي أبي أمي وأختي جدي.